من بعض ملاحظات اللي كان اعضاء الائتلاف الاجانب بيبعتوها لنا، هي وجود زياده في المسيرات الشعبيه في مختلف المحافظات اللي بيتم زيارتها يعني، ووجود مظاهر الاحتفال. بالمناسبه هم كانوا مبسوطين جدا بمظاهر الاحتفال في عمليه التصويت، وكانت بتتكرر نفس المشاهد في محافظات القاهره واسكندريه والجيزه وبني سويف والغربيه. يعني كمان من بعض الحاجات الايجابيه اللي جات لنا من المتابعين هي وجود تيسيرات وتسهيلات لمساعده تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، ودي كانت برضو مشاهد جديده على المتابعين الاجانب، وكانوا بيقولوا لنا انه هناك رؤساء من عدد اللجان الفرعيه كانوا بيساعدوا الناخبين كبار السن على الادلاء باصواتهم. والحاجات الايجابيه كمان ايضا هي حرص الهيئه الوطنيه للانتخابات على اصوات المواطنين ذوي الاعاقه البصريه، وده كان من خلال توفير بطاقات انتخابيه بطريقه برايل.